أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط، اليوم تكملة درسنا الماضي اللي هو تركيب التطبيقات. لا تنسى اللايك، شير، أخبار زملائك بالمدرسة كلهم خي يتابعون، لأن هيدا تركيب التطبيقات عليه وايد طلب هذا الشغل كان، وكتبتوا لي أنتم هذا الموضوع. الدرسنا التاسع تكملة تركيب التطبيقات بالفصل الأول. إحنا الآن بصفحة 12، أكو تدرب وحل تمرينات ليكن F من أن إلى أن، من الأعداد الطبيعية لأعداد طبيعية، إذ أن F X يساوي X تربيع، و G من أن إلى أن أيضا، إذ أن F X أو G X يساوي أن X زائد واحد، والمطلوب إيجاد. نجي على أول واحد، شي يريد من عندي؟ يريد G تركيب إلى الـ F للـ X، وبعد شي يريد من عندي؟ يريد اثنيناتهن، يريد G، يريد جي ايضا اف تركيب للجي، عكسه اف تركيب الجي الى الاكس، اثنيناتهن يريدهن، يريد جي تركيب اف. اذا بدا بجي تبدا بجي، جي نفس الشيء، جي اف اكس، شوف جي اف اكس، بس شو تخلي اقواس هالشكل، ترجع اسدهم بعدين. من أبدأ؟ من الداخل، اف اكس أبدأ من الداخل، ايش عندي الداخل هنا؟ اف اكس اروح ادور عليها، ايش قاعد اف اكس؟ هي اكس تربيع، اخلي بدلها اكس تربيع، والقوس نزلنا. هسه تخلصنا من الاف بهالطريقه، اتخلص من الجي، هذه وين اعوضها؟ الداخل، ده شوفها هذه تعوضها بالجي، وين صايره الجي؟ وين صايره الجي؟ وين صايره الجي؟ هذه الجي، بدل الاكس التعويض دائما، بدل الاكس راح اعوض هذا، هذا الداخل الجي، هذا تشيله تخليه بدل الاكس، هذا راح نشيله ونخليه بدل الاكس، هذا الاكس اخلي بدلها اكس تربيع زائد واحد، اكتمل وجدنا جي تركيب اف الى الاكس. بعد اريد العكس، اريد اف تركيب جي، خلينا نشوف الفرق بيناتهم. شبدأ شوف الحرف F G X، إذن F G X بهذا الشكل، وتساوي أبدأ من الداخل، دائما الحشوة الداخلية نبدأ بها، إذن نزلنا ال F، إيش عندي؟ G X منو G X؟ G X هذا X زائد واحد، بدل G X X زائدا واحد. خلصنا؟ أوكي، باقي الأف أتخلص منه، هذا الأف وين أعوض؟ هذه داخل دائما تعوضها بدل الأف، تعوضها بدل كل أكس بالأف، بدل هذا الأكس راح أعوض بدل الأكس، هنا أعوض أكس زائدا واحد الكل تربيع صار، بدل الأكس شلت الأكس إيش خليت بدلها؟ هذه أكس زائد واحد، صارت الكل تربيع. عيدة كم مرة وشوف شلون تشتغل بي، عيدة كم مرة. إذن F G X بدأت بالداخل G X، G X X زائد واحد. يعني يا طالب بصراحة خلي اليوم ناخذ شيء عليك أسهل، إذا بدأ بG، شوف بدأ بG، بدأ بG هنا G F X، أنت رأسا شيل هذا X بالF، عكسه هو مو بدأ بG، هو بدأ بجي، أنت تبدأ بالأف عكسه، تشيل هذا تعوضه بدل هذا الأكس، بدل تشيل من أف تعوض بدل الجي هنا. زين إذا بدأ بالأف تبدأ بالجي، أنت تشيل هذا وتخلي بدل أكس، هذا شوف هاي تركز عليها، أكس زائد واحد بدل هذه صارت الكل تربيع. أوكي، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، المطلب الثاني، خلنا نرجع إلى المطلب الثاني، المطلب الثاني هذا، أريد F تركيب G إلى الاثنين. أما تحلها أو أنت عندك F تركيب G إلى الأكس، هو هذا، شوف آخر لا تتعب نفسك، هذا بدل الأكس راح تخلي اثنين، هذا مو F تركيب G، هنا اثنين زائد واحد الكل تربيع،
من هذا تاخذ رأسا، من هذا تاخذ رأسا. أو أستاذ أنا ما أعرف أو أف تركيب جي إلى الثنين، تبدأ تعوض الجي الثنين وبعدين تعوضها داخل نفس النتيجة. زين أنت ليش متعب نفسك؟ مو أنا عندي أف تركيب جي للأكس بشكل عام، أكس لكل شيء، هو شراد بشكل خاص للثنين. فإذا أعوض هنا بدل الأكس شرح أعوض اثنين زائدا، عوضت بدل أكس بالثنين هذا الثنين زائد واحد الكل تربيع. شوف اعتمدنا على هذه وتساوي 2 زائد 1 3 تربيع شو تساوي؟ 9. وجدتها. بعد رقم 2 بعد الوراها شيرت ايضا اريد جي تركيب اف الى الاثنين، الى الاثنين ويساوي. ليش اتعب نفسي انا عندي جي، جي تركيب اف للاكس بشكل عام، للاثنين بدل اكس خلي اثنين. شوف راح نعوض هنا وتساوي 2 تربيع زائدا 1 بدل اكس ايش خليت؟ 2. هو بادي بالجي نفسه، هو جي تركيب اف، ليش ارجع احل واتعب نفسي؟ هنا 2 تربيع ويساوي 4 زائد 1 شي يساوي لنا 5. هذا هو الناتج. مفهوم شلون اشتغلنا؟ اذا هذا نعيده ونشوف كم مره ونحاول به الى ان نتعلم زين اكثر. راح اعطيك ايضا كاسئله اخرى خارجيه على التركيب. اريد يعني اكتب قيمه اكس اذا كان، اريد قيمه اكس الحل، نعرف شلون نوصل للحل. مطينا الاف الاكس يساوي، بس هنا الحلو مطينا اف تركيب الاف بنفسه يعني للاكس شو تساوي لنا؟ 33. خلينا نشوف شلون راح نحل هذا. هاي شنو استاذ اف تركيب الاف؟ لاحظ شوف شوف أبدأ بهذا F F X، هنا الثلاث حروف مو كان F G X، هسه F F X، هذا قوس وهذا قوس، نسد القوس الأول شي يساوي الناتج 33. أبدأ بالداخل F ال X، وينها F ال X؟ هذه 4 X ناقص 3، هذه F ال X. بعدها اتخلص هذا، لازم الاف اتخلص منه، لازم هذا يعوض بدل كل اكس، هذا كده شوفه باللون الاحمر يعوض بدل كل اكس بالاف هذه. فشي يصير عندي؟ يصير عندي 4 نزلناها بدل الاكس ايش خلينا؟ 4 اكس ناقص 3 ناقص 3 شو تساوي؟ 33 بهذا الشكل. اذا شوف اف تركيب اف الى الاكس، اف اف اكس، نبدا باف اكس اللي هي 4 اكس ناقص 3، بعدين نشيل هذه نعوضها بدل الاف، بدل كل اكس بالاف. هذا الاكس شلنا الاربعه نزلناها، شوف هالاربعه نزلناها، هذه الاربعه باللون الازرق شوفها، هذه الاربعه نزلناها، هذه الاربعه نزلت هيانا، هذه الاربعه، هذه الاكس لا خلينا بدلها هذا ناقص 3. شوف باللون الازرق نفسه نزلناه، من اللي تغير هذا؟ خلينا بدل اكس. اذا نجي الان نكمل الحل. سالب 3 انقله موجب 3، يعني خلينا نضرب هذه 4 في 4 اكس 16 اكس ناقصا 4 في 3 12، هذه أنقلة يساوي 33 زائد 3، نقلتها بإشارة مخالفة. شي يصير عندي 16x يساوي 33 و3 36، منقل لهذا موجب 12 بإشارة مخالفة. إذا 16x تساوي 6 و2 8 3 1 4. إذا بالقسمة الطرفين أنا أريد قيمة x بس، نقسم الطرفين على شقيد؟ على 16. اذا اكس تساوي 48 على 16 بها شقيد؟ 3 بهذا الشكل. وجدنا قيمه اكس تساوي 3. الان طلاب استاذ اريد نتدرب على اسئله، اول شيء هذا حتى ممكن تاخذ له صوره او كذا بهذا الشكل، هذا هو الصفحه 13 كان
كلمة أكتب نهاية الصفحة كان هذا السؤال موجود ما محلول حلنا لكم إياه. خلنا نتدرب أكثر تدريب. إحنا نتدرب الآن تدريب، يعني ممكن تدريب بس. شلون تدريب؟ تدريب عندك F X مثلا يساوي 5X ناقصا 3 والجي X تساوي X تربيع زائد 1. جد أولا F تركيب إلى G للX، وثانيا G تركيب F إلى الX. الحل، خلنا نتدرب. أولا شنو يعني F تركيب G إلى الX؟ ما دام بدأ ب F، يعني شفت شفت كتبه كتبه F، شوف F G X F G X، بعدين السد هذا والسد الثاني ويساوي. نزلنا ال F، نجي على الداخل G X إيش قيد؟ X تربيع زائد واحد. هسا أتخلص من ال F، لازم هذه وين تعوضها؟ هذه وين أعوضها؟ بدل كل X بال F. فشي يصير الخمسة نزلناها، شوف تروح بعد الاف، والاكس شخلي بدلها اكس تربيع زائدا واحد ناقص ثلاثة، وجدنا بهذا الشكل. اذا بدل الاكس عوضنا هنا اكس تربيع زائد واحد، والخمسة نزلناها كما هي والسالب ثلاثة كما هي. رقم اثنين، جي تركيب إلى الأف للأكس شي يساوي لنا؟ يساوي جي قوس أف إلى الأكس، ويساوي جي أبدأ من الداخل، أبدأ من الداخل أف الأكس، وينها أف الأكس؟ هذه خمسة أكس ناقص ثلاثة. هسا أتخلص من من؟ من الجي، ويساوي هذا وين تعوضها؟ بدل كل اكس بالجي، هذه بدل كل اكس. فش تصير الخمس هذه بدل كل اكس، هذه راح اقلعها واخلي بدلها خمسة اكس ناقص ثلاثة الكل تربيع زائد واحد بهذا الشكل. فمرة هنا مرة تعوض هذه هنا بدل الأكس، شوف مرة تعوض بصراحة هذه بدل الأكس، ومرة تعوض هذه كلها بدل الأكس. هنا هو هذا التركيب الدالتين، هو هذا التركيب الدالتين، مرة هذا تعوض هنا داخل، ومرة هذا كله يتعوض هنا داخل. هذا هو سرها، لو ترجع لها هو هذا سرها. انتهى أعزائي الطلبة الآن التركيب التطبيقات، وأي استفسارات أو أسئلة دزونا إياها حتى نعالجها إن شاء الله لكم. الدرس القادم راح ندخل بالمتتابعات، بالمتتابعات نشوف شلون نصرف وياها، حتى وراها ناخذ بالأكبر والأصغر، نبدأ بالمتراجحات ونشوف شلون نتعامل وياها ونحلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.